هل الفواكه كذلك؟ اي نعم. هو المقصود بالقران ليس التمر خاصه، نهى عن القران بالتمر ليس مقصودا التمر، لكن القصد ان الانسان لا يكون نهما في الاكل، يعني ياكل يعني بهون، لا ياكل تمرتين ثلاث مع بعض وكذا، وانما ياكل بهون واحده واحده. زين، كفى بالمرء شر ان ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، فالانسان ياكل قليلا يعني. لكن اذا كان التمر يختلف، يعني هذا احد المشاغبين شاف تمر واكل تمرتين مع بعض، فقال له احدهم ان النبي نهى عن القران بين، قال والله لو راى النبي تمركم هذا لاذن به حفنه حفنه، يقول من رداه يعني، بس هذا مو قدوه طبعا. لكن القصد المقصود انه لا يكون انسان شره في الاكل، سواء تمر او غير التمر. اي نعم.